هذه واحدة من بنايات المدارس المسجلة آيلة للسقوط في قضاء الرميثة. اعترض عليها الأهالي خوفا على حياة أبنائهم بعد نقلهم إليها من مدرسة ابتدائية أخرى فغادروها، لكن مدرسة أخرى بقيت مستمرة بالتعليم رغم خطورتها وتهديد حياة الطلاب. المدرسة هي قديمة يعني مستهلكة كلش، يعني تعبانة ما بيها كل استثمار، يعني لحد الآن هي محطوطة على حطتها، لا بنوا شيء بيها ولا هاي، يعني مدرستين يعني وين، يعني الصف بيه 50 طالب 40 طالب وين يعني ازدحام، شفتين لا وقعت يعني طيح على الطالب الكتلة، يعني شو سوي له، يعني واحد يطيح عليه حائط شو يصير بيه، يعني ما عارفه بيها ساعة. 26 مدرسة آيلة للسقوط في المثنى بحسب إحصائيات الرسمية. هنا في بناية مدرستي البشائر والبشير في ناحية الكرامة تبدو التشققات واضحة في جدرانها، إذ اضطرت إدارتهما إلى إخلائهما من التلاميذ، وحالها لا يختلف عن حال كثير من مدارس المحافظة. المدارس الآيلة للسقوط توجد 26 مدرسة آيلة للسقوط تم إدراجها من قبل سيادة المحافظ في مشروع تنمية الأقاليم. أغلب المدارس الآيلة للسقوط تم إخلاءها، وحاليا يتم توفير بديل للمدارس المتبقية. وافتتحت المثنى 35 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما تقول مديرية تربية المثنى إن المحافظة ستخلو من المدارس الآيلة للسقوط نهاية العام الحالي بعد إخلائها وهدمها وبنائها من جديد. من المثنى خليل بركات، يو تي في.